بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت، حيث سنبحث كافة الملفات أبرزها الملف الحكومي ومدى إيجابية التعاطي مع هذا الملف من قبل المعنيين في التأليف، وتحديدا من قبل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي يحرص على إبداء التفاؤل الدائم بولادة حكومة قريبا. هذا بالإضافة إلى نقاش في الرسالة التي أرسلها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب للبحث في تداعيات قرار حاكم مصرف لبنان. وأيضا يعني برحب بضيفنا النائب علي درويش، عضو كتلة الوسط المستقل. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب. اليوم رح نبلش بالملف الحكومي اللي هو يمكن باب لحل كل المشاكل والأزمات اللي عم بيعاني منها المواطن اللبناني. صحيح. على ماذا يبني تفاؤل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي؟ اولا يسعد عواضك ست روان لك ولجميع مشاهدين يو تي في. الشيء اللي بيبني الرئيس ميقاتي عليه اولا هو كلف من قبل 72 نائب. واحد. اثنين، بالجلسه الاستشارات غير الملزمه كل الطيف السياسي وكل الكتل النيابيه تقريبا اعطت يعني ثقه واعطت دعم للرئيس ميقاتي. فبالتالي اذا كان هذا على مستوى الكلام او على مستوى شفاها، خلينا نمارسه بالعمل هلا حاليا ويكون في رافعه فعليه لموضوع تشكيل حكومه. بالاضافه انه في اشارتين اجت من دولتين كبريان عالميتين اللي هي فرنسا وامريكا بدعم موضوع تشكيل الحكومه، وكان في محطه كمان شفناها بعد التكليف باربع اب لما صار في مؤتمر باريس وكان في مجموعه من الدول لا يستهان فيها واطلقت رساله انه بالنهايه في استعداد لدعم لبنان، انما بدايه بده يكون في قرار لبناني ولا يكون هناك قرار لبناني إلا في حال صار في عندك حكومة. نحن هلا حاليا بنفتقد للقرار، وبالتالي يعني عم نعيش يوميات ما فينا ناخذ قرارات فيها نتيجة أولا التحلل اللي عم يصير بالدولة اللبنانية واحد، ونتيجة انعدام القرار نتيجة عدم وجود يعني سلطة كاملة عندها كل الصلاحية إنه تمارس سلطتها وتاخذ القرار المناسب وتمشي بالقرار، مش إنه تقول أنا باخذ قرار إنما ما بقدر أو عندي سلطة منقوصة بمحل معين. فبالتالي الرئيس ميقاتي أولا بيراهن على الداخل اللبناني لأنه أعطاه ثقة فعلية واحد، اثنين في عنده من المقدرات على المستوى الشخصي إن بموضوع تدوير الزوايا وكان عنده تجربتين بال 2005 و 2011 وعلما انه كانوا رغم الظروف اللي سابت بس كانت نسبه النجاح فيهم لا يستهان فيها، بالاضافه في دعم دولي له وبيعتبروا انه وجب عدم ترك لبنان يدخل على الفوضى، لانه بالنهايه انا اذا انا وياك هلا بدنا نتصور شو الخيار عنا في حال لن يكون هناك حكومه، لا انا برغب بتصوره ولا انت بترغب بتصوره ولا كل اللبنانيين بيرغبوا بتصوره، لانه ساعتها بده يكون في عندي سيناريو لا اتكهن بمدى الوجع والأذى اللي عم يصير، وآخر محطة تلال اللي هي نتيجة مجموعة تفلتات ومجموعة انحلال لمستوى الدولي وعدم قدرة على الضبط. فبالتالي هذا مثال على ما سيواجهنا من حرائق. رح نحكي بهذا الموضوع تحديدا حضرتك نائب عن الشمال أيضا، وبيعنيك الموضوع الفقر اللي موجود بالشمال وأيضا العوز، ويمكن ما في دولة يمكن البعض بيصور فوق، رح نناقش كمان رأي رئيس الجمهورية بالشمال تحديدا. ولكن بموضوع الحكومة عم تحكي عن صورة مرافقة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، هذه الصورة هي ذاتها كانت مرافقة تكليف الرئيس سعد الحريري. عم نحكي عن الدعم الدولي، عم نحكي عن ثقة كتل نيابية عديدة ووعود أيضا بتسهيل تأليف الحكومة من قبل كافة الأطراف السياسية. اليوم شو بتختلف هذه الصورة عن الصورة اللي كانت مرافقة الرئيس سعد الحريري؟ الرئيس سعد الحريري بالنهاية حاول أن يكون فيه حكومة، قد يكون في عدة أسباب منعت أنه أو حالت دون وصوله لنتائج بمحل معين. يمكن في أحيان العامل الشخصي بينه وبين رئيس الجمهورية، يمكن في عوامل أخرى بمحل. الرئيس ميقاتي بالنهاية هو جزء من رؤساء الحكومة السابقين، وكونه هو جزء من هالتجمع اللي هو تجمع عنده صيغة وطنية وعنده صيغة تمثيلية، بالتالي في عندك كتلتين ممثلتين لدى الناس بالمجلس النيابي ولا يستهان فيهم، كان كتلة الوسط المستقل أو كتلة التيار المستبد، وعنده ثوابت معينة بها الخلفية اللي بتموضوع. إنما في عندك يعني خصوصية لكل عنصر من عناصر هالتجمع على حدة، وفي خصوصية للرئيس نجيب ميقاتي. رئيس نجيب ميقاتي يمكن مثلا إلى حد ما عم نلاقي فيه إيجابية بموضوع التعامل وخاصة مع رئيس الجمهورية، وهذا الشيء يعتبر من
الدوافع الإيجابية لموضوع تشكيل حكومي، لأنه تشكيل حكومي بده توقيع، يعني بده توقيع الرئيس المكلف وبده توقيع فخامة رئيس الجمهورية. يعني هيدا دليل أحد العوامل، هيدا دليل إنه كان في شيء شخصي بين الرئيسين عون والحريري اللي عرقل تأليف الحكومة. هلا قد يكون، لأنه في عدة تصاريح كانت خلال هالتسع شهور أو اللي مرقوا، كان في عدة محطات أخذت عملية منح تجهيزه بمحل معين، علما إنه الرئيس الحريري جرب إنه هذا يكون، ما عم نحطه عن جهة بعين، عم نقول ما كان في يمكن يعني تقارب بمحل انه يكون في سرعه بعمليه، علما انه هلا عم تلاحظي يعني بمعدل كل يومين عندك اجتماع منذ التكليف. نعم. يعني تقريبا يعني صرنا عم نقول انه صار في عندك 11 اجتماع ب 22 يوم او اكثر. نعم. شوي يوم تكليف، فبالتالي هذا بدل على جديه بهذا الموضوع. ولو بعتقد يعني بمعرفتي بالرئيس مئات لو ما كان يعني اولا في عنده انطباع جيد، حتى ما نقول يعني أكثر من هيك، أنه في يألف حكومي، ما كان قبل بالتأليف. نعم. ثانيا لو ما كان في عنده انطباع أنه هو قادر أنه يضل ماشي بموضوع السير بحكومي لا خواتيم معين، كان وقف في محل معين وقال أنا مني قادر استمر فيها بالمحصلة، فبالتالي لا شك أنه في فرصة وانقطعت مرحلة بشكل. وعلما أنه بعتقد يعني نجاح الرئيس مئاتي بتشكيل حكومي هو نجاح للجميع، يعني نجاح لرؤساء الحكومة السابقين. نعم. نجاح لرئيس الجمهورية، نجاح لكل أفريقاء اللبنانيين. عدا عن ذلك عمل لك السيناريو اللي احنا بنصوره، إذا كان الرئيس مئاتي للحظة لا سمح الله وصلنا لمرحلة أنه اضطر للاعتذار بمحل معين، السيناريو اللي حنشوفه ما حدا رح يكون سعيد فيه، إلا إذا كان يعني الخبثاء أو اللي ما بيريدوا خير الناس بمحل معين. أساسا بلشت معالمه تظهر، والأزمات اللي عم بيعيشها المواطن اللبناني مبين أنه لوين إذا تفاقمت الأزمات أكثر وما في حكومة، يعني لوين نحن واصلين لمشهد سوداوي. حتى وصلت من طرابلس على بيروت، اليوم كان عندي مقابلة الصبح بالإجمال، أخذت معي ساعتين ونص أو ثلاث ساعات عم تحكي تقريبية بالإجمال، صار في عندك حواجز اللي هي على كل محطة، يعني هذا المنظر اللي عم تشوفيه اللي عم ينطر أربع خمس ساعات كرمال يلعبوا له 30,000 و50,000 بالإجمال. يعني هذا إنه نحن ما بقى عنا حياة. فعليا نحن ما بقى عنا حياة، إلا نفس الشيء إذا كنت عم تحكي على الأفرامي، نحن ما بقى عم نعيش بالحياة الطبيعية بمعنى الطبيعي ولا حتى الدون طبيعية بالإجمال، صرت عم تمتص كل قدراتنا كلبنانيين، بس الكوارث والأزمات والمشاكل اللي ما بقى عنا شيء آخر نفكر فيه. طيب لحضرتك انطلقت من تجارب الرئيس مئاتي وتحديدا ذكرت مرحلة 2011، هذه المرحلة تحديدا يمكن كانت جاءت على مصلحة أحد الأطراف اللي هو الرئيس سعد الحريري. اليوم البعض يتخوف من أنه حتى بهيدي المرحلة اللي نحن عايشينها نوصل لمرحلة ينقلب الرئيس مئاتي على الرئيس سعد الحريري على غرار ما حصل بال2011، وهيدا كمان اللي بيعزز هيدي الفرضية أنه الرئيس مئاتي بيقولوا عنه بيهوى التسويات وهو يعني متقن للتسويات. فهل ممكن نوصل لهذا السيناريو؟ هذا ما نحتاجه بهذه المرحلة، ما نحتاج بهذه المرحلة، لأنه الكل عم يحكي بالتسويات. إذا عم نحكي على مستوى منطقة الشرق الأوسط بالتسويات، إذا عم نحكي على مستوى القوى العظمى عالميا عم نحكي بالتسويات، فبلبنان ليش حتى نحن نكون خارج التسويات؟ ليش حتى نكون نحن صيداميين؟ إنما اللي عم يجرب يحط إصفين بين الرئيس الحريري والرئيس نجيب مئاتي ما بعتقد، يعني بعتقد علاقتهم أهم وأقوى من أنه يعني تتزعزع بمحل، لأنه في اتفاق على الاستراتيجية، في اتفاق. نعم. على الخطوط العريضة اللي ملتزم فيها الرئيس نجيب مئاتي. وبالإضافة من يومين يعني كان صدر عن الرئيس الحريري بيان وصدر عن الرئيس مئاتي نفس الشيء، وقالوا بالنهاية نحن يعني بيعتبروا نفسهم أنه بمجال واحد بتوجه واحد، خاصة على المستوى الاستراتيجي بالمعنى العمق، يعني المحافظة على اتفاق الطائف، فصل الصلاحيات لكل سلطة على حدة بمحل معين، المحافظة على المقومات. وعلما عم لك يعني تجمع رؤساء الحكومة السابقين له عمق وطني وحتى له عمق تمثيلي على مستوى المجلس النيابي، فبالتالي حتى من مصلحتهم أنه يضل في هذا الشيء اسمه، لأنه بالنهاية بعرف في 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 وعي لخطورة المرحلة ولدقة المرحلة وحتى لهالمرحلة اللي هي توطئة لمرحلة قادمة. ست رواندين لا يكون عندك شك أنه نحن بالإجمال الأيام القادمة رح تكون صناعة اليوم، وصناعة اليوم إما بده يكون في حكومة مع فريق عمل معين يقدر يأخذ القرارات للعبور بمرحلة، بدل ما نكون دائما على الرجوع نكون على هيك لبوين مور، نوقف شوي ونأخذ نفس ونرجع ننطلق للأمام، أو ساعتها بده يكون في تراجع 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 لدرجة ما بس رح يكون ما بنحكي بالحياة الطبيعية، ما رح يكون في حياة.
يعني بمعنى رح نعود يمكن الناس ببيوتها ما رح بقى فيها تاخذ لقمه الاكل، ورح نرجع نستعيد مشهديات ايام الجوع اللي كنا عم نشوف لا سمح الله الناس بالشوارع بمحل معين. لهالدرجه في خطوره لهالمرحله، فبالتالي صناعه هالمرحله من خلال تشكيل حكومه، وهذا الامر بنحمل كل الافرقاء مسؤوليته، لانه بالنهايه مثل ما عم اقول النجاح للجميع او الخساره للجميع على المستوى الوطني اللبناني. على مستوى اذا صار بدنا نجزئها فئويا وكل فئه لها حساباتها الخاصه، هيدي ما بتصير بقى في لبنان. ساعتها بنكون رحنا لمحل اخر، وهذا المحل خطر جدا، بيرجعنا على فترات لا احد بده يرجع، لانه بالنهايه كمان نحن بدنا نقول انه نحن على شفير انفلات وحتى تفلت امني. يعني نحن على حديد هلا انه الناس عم تقدر تروح تيجي وتنزل على الشارع، بس لا سمح الله اذا تفاقمت الامور وين بنصير؟ بصير ما بقى فيك تطلع من البيت، بصير الناس ما بقى فيها تنزل على شغلها، وهذا الموضوع تحديدا كان يعني مش عم نهدد ومش عم نهول، بس عم نوضح وعم نوصف. لا كان هذا الموضوع كمان مطروح بمجلس الدفاع الاعلى، وكان جدا متخوفين من الوضع الامني، والتقارير الامنيه كمان برهنت انه نحن قادمين على مرحله اصعب كثير امنيا حكما. وبلشنا فيها يعني شو بدنا نعمل يعني معناتها عندنا معبر الزيمي هو تشكيل حكومه، شكلت طيب. الحكومة إلى حد ما منصير منوقف ومنياخد نفس. طيب لأنه هالقد الوضع دقيق، ليه مش كل يوم عم يطلع الرئيس مئاتي على بعبدة؟ ليه مثلا اليوم كان يحكي عن لقاء سيعقد بينه وبين الرئيس سعون؟ الأجواء عم بتقول أنه ما في لقاء اليوم، شو سبب تأجيل هذا اللقاء؟ هلا حتى دائما بس أجواء إيجابية بالإجمال، لسه ما خلص النهار يعني ممكن يعني بعد يعني لسه ما بتعرفي إذا كان في اجتماع اليوم، بس لا فعليا قد يكون في بعض النقاط بدها مشاورات اكثر، يعني قد يكون بعض النقاط بدها تواصل مع عدد اكبر من الافرقاء المعنيين. عن مين؟ عن مين هذه النقاط؟ اول شيء قطعنا مرحله شكل ومضمون الحكومه، نعم. وفتنا على موضوع اسقاط الحقائب على شخصيات بحد ذاتها، ويبدو انه عمليه انه تعدد الشخصيات الممكن انتقاء لكل حقيبه على عيده بتخفف شوي من عمليه التمترس انه باسماء محدده بعينها، نعم. خاصه انه انت حتى وصفتي انه حكومه عندها مهمتين، عندها مهمه انقاذ وعندها مهمه اجراء انتخابات، نعم. نيابيه، وعم تحكي حكومه لمده مثلا 6 أو 7 شهور بمحل معين، فبالتالي قد يكون انه عندنا مقدره على تدوير الزوايا من خلال شخصيات تكون هالشخصيات توحي بالثقة، عندها تاريخ إنجاز تسقطه على وزاراتها إذا كان قدر لها أن تكون على رأس هالوزارات، ثالثا يكون هالشخصيات توحي بالثقة من قبل الناس، لأنه بالنهاية مثل ما قال رئيس مئاتي يعني بالبداية أنه أنا بالنهاية أنه صح استحصلت على ثقة النواب، بس أنا بالنهاية ما بقدر استمر إذا ما استحصلت على ثقة الناس، والناس ما فيها تاخذ ثقة هالأيام، يعني أنت هلا حاليا في بلوك كتير كبير ما بين الناس ما بين يعني السياسيين، حتى تقدري شوي تستعيد الثقة بدك تخلي الناس تلمس بالصابع العشرة انه في شيء ما، في عمل ما، في دفعة ما، انه فعليا في ثبت سعر الصرف، في انخفض سعر الصرف وتثبت مش انه كان انخفاض وهمي، في موضوع المحروقات تتأمن، في موضوع الخبز تتأمن بشكل لا. يعني صار الناس بدها شيء ملموس حتى شوي الى حد ما تستعيد الثقة، فبالتالي حتى تعبري لهونيك بدك تعملي فريق عمل. No. فريق عمل لا يكون إلا في حال كان عندك نسبة أعلى من الاستقلالية عند شو اسمه مستقلية، لأنه بالنهاية موزعة طائفيا، ما فينا ننكر شيء، بس مش معناتها أنه تكون في نسبة محاسبية عالية، يعني بمعنى أنه يكون في واحد كل ما بده يعمل توقيع بده يرجع للحزب أو المرجعية تبعه، بده يكون في عنده إنجاز على المستوى الشخصي أو قدرة على المستوى الشخصي أنه أنا تم اختياري لانه عندي هالمواصفات، فهذا بيعطي هالوزير او هالوزيره اللي راح تكون على راس عمل هي مش معين انه انا تم انتقائي لانه فعليا انا عندي انجاز معين بدي اسقطه على وزارتي، واحد، اثنين انا مني بس عمليه يعني محاسبي او انا مثل منتمي وعندي بطاقه حزبيه، لا انا قريبي من المحل ممكن بس انما عندي هلا مش بالطيله لما بتجمعيهم كليتهم، هل اذا كان قدر يكون 24 وزير، هل 24 وزير على راسه رئيس الحكومه بيكون على الاقل اذا بده ياخذ قرار صعب ما بده بقى كثير اخذ وعطى ومراجعات بالاجمال، لا وين الصح وين مصلحه لبنان العليا هذا القرار لازم يتاخذ، فبالتالي بيتاخذ لانه هي تعتبر حكومه القرارات الصعبه والموجعه، فبالتالي لن تكون حكومه شعبويه او نعمل شيء، لا بدنا نعمل شيء لارضاء الناس فعلا، بدنا نلمس ناس فعلا انه بالنهايه رايحين بالاتجاه. طب هل فعليا الاسماء اللي عم بيتم اختيارها هي اسماء مستقله؟ يعني عم نشوف توزيع الحقائب جاءت على الاحزاب، وشفنا كمان سجال توزيع الحقائب على الاحزاب وكل حزب كم حقيبه عم بيطالب، بالتالي الناس رح تصدق انه هودي الوزراء هن مستقلين فعليا؟ هلا الناس عم تشكك بكل شيء لا شك، واحد، اثنين انتم بدك تعملي حكومه تاخذ ثقه المجلس النيابي.
هذا أمر واقع. هل أشخاص اللي هني راح يكونوا وزراء أو وزيرات لا شك أنه عندهم انتماء طائفي. انتماء طائفي بالنهاية في تمثيل للطوائف بحسب المجلس النيابي على مستوى كتل بمحل. ما تم طرحه باللجنة الأولى هو تخفيض منسوب، يعني الالتزام بالعملية السياسية بقدر ما أنه هو ينتمي لخلفية طائفية معينة، وهذا حق بالنهاية نتيجة التركيبة والتوازنات اللبنانية. بس ما بيمنع أنه كذا ينتمي للطائفة الفلانية ويكون عنده نسبة استقلال ويكون عنده إنجاز. لأنه دائما أنا بذكر أنه حتى على المستوى الشخصي، حي الله حدا في عنده سي في، هذا السي في إذا كان في عنده نسبة إنجازات معينة قد يكون قصة نجاح تستمر بما تقدمين له من مسؤولية. فبالتالي بعتقد يعني المعايير ان هيدي صارت يعني بالإجمال تمت، وبعتقد الاسماء اللي عم يتم اختيارها لاشخاص عندهم عندهم انتماءاتهم الطائفية بمحل معين، يمكن عندهم قرب بس ما عندهم نسبة محاسبية عالية، واحد اثنين عندهم قصص نجاح معينة يعول عليها انه اخر شيء تسرعي عملية الصدمة الإيجابية اللي بنتوقع بظهور الحكومة. لانه هلا يعني السؤال الاساسي اللي يطرح هلا بشو اسمه يوميا عندي، من بيع دولار 100% كل يوم حدا عم يقول مثلا بيع دولار في حكومه معناتها راح ينخفض الدولار، بقى بنبيع هلا وبنعمل جزمه، بينما اذا لا سمح الله راح يكون حكومه ساعتها ما بقى فيك تقدري قديش راح يكون سعر الصرف، وبناء عليها ساعتها انه لا متمسك بالدولارات بمعنى شوف لاي درجه يعني بسموها دقطه، يعني بدغري يعني بمعنى فيها شو اسمه. فبدا مقاربه حذره، بدا عمليه وطنيه معينه. من يؤمن بلبنان، من عاش يعني هي مباشر، من عاش على هالوطن وهو ربع عليه وربى أولاده عليه، خلي هالنسبة الوطنية موجودة حتى نقدر نشكل حكومة ونقدر نطلع على الأقل يعني من الواقع المأزوم الموجود فيه. لأنه بالنهاية ما فينا نفقد الأمل، إذا فقدنا الأمل فقدنا كل شيء ووقفت الحياة، وبالتالي لا الرب بيأمر بهذا الشيء ولا المنطق بيأمر بهذا الشيء، إلا ما نقول أنه بلحظة من اللحظات بعد 15 سنة حرب وقفت الحرب وعلى القليل طلعنا منها بالإجمال، وهلأ الفترة رح نطلع منها. هلا بنتمنى يكون طلوع منا قريب ما يكون طلوع منا بعيد. على امل. هل تسلم الرئيس المكلف كافه الاسماء من كافه الفرقاء المشاركين بالحكومه؟ يعني امبارح يعني الاجواء بتقول انه التقى مع الخليلين ويبدو انه تسلم الاسماء، هل فعليا تسلم اسماء الشيعة؟ لو رغب رئيس الحكومه المكلف انه يصرح عن هذا الامر كان اعلن، وبعتقد انه صار في عنده كميه لا يستهان فيها. بس هيدا دليل، يعني هيدا دليل اذا تسلم الاسماء من الطائفه الشيعيه، يعني نحن صرنا على اعتاب تاليف الحكومه، لان عاده الشيعه ما بيقدموا اسماء وزرائهم الا ما تتالف هذه الحكومه. ما استطيع ان اصرح به بالاجمال انه في جزء من الافرقاء السياسيين صار في عندهم تصور وضعوا بعهدة الرئيس المكلف. عدا عن ذلك من تحديدا تبقى عند الرئيس المكلف؟ طيب العقد وين هلا؟ يعني هل هي بتسمية وزارة الداخلية؟ هل هي بتسمية وزارة العدل؟ هل هي بموضوع توزيع الحقائب على الأطراف؟ هيدي انتهينا منها، ولكن هل الأسماء فعليا فيها مشكلة؟ مش انه بالاجمال بمعنى انه حتى نحطها في صيغه مشكله، عم بقول بالنهايه صار في عندك 11 اجتماع بثلاث اسابيع، هالثلاث اسابيع ان هي وقت معقول جدا بموضوع تشكيل الحكومه بالموزايك اللبناني. صح بس عم نحكي الفتره الماضيه كان في عندك 9 شهور كمان يعني بالاجمال كان عندك بالخطة. هذا بدل انه في دفعه سريعه للامام، انه في حال كان بدنا نشكل حكومه. هلا بموضوع الاسماء مش بمعنى مشاكل، قد يكون بمعنى معايير. يعني انت بالنهايه في معيار تتمسكي فيه بشكل محدد، يمكن الطرف في معيار وفي معيار هلا بالنهايه بعتقد انه تعدديه الاسماء محق الموافقه او عدم الموافقه من طرف اتجاه اخر قد يحل الاشكاليه، وبعتقد صار بهالاتجاه. يعني بمعنى انه انت بدل ما يكون في عندك، لا ما في عندك الا اسم واحد، نتمنى على الجميع انه يكون كل ما يكون فيه يكون ثلاث او اربع اسماء، ثلاث اربع اسماء يتمتعون بالمواصفات اللي ذكرناها، واحد اثنين يعني يحق لمن يشارك بموضوع صناعة الحكومة أو التوقيع على مراسيم الحكومة إما القبول إما يعني التمني بتعديل الاسم بمحل معين، فبالتالي بيعطي هامش. هلا ما رح نعمل لك هلا قيد المفاوضات، لأنه كمان اختيار الأسماء اختيار لا شك، لما بتحطي أنت بالنهاية مثل مثلا لما يعني أي عم أنه يعني أعلى من موارد بشرية، بس لما أنت بتحددي مواصفات معينة بدك الشخصية اللي بتتلاقى مع هالمواصفات، وهذا امر منه سهل. يعني ولو انه لبنان يسخر كمان بناحيه تاني بناس عندهم مقدرات معينه، بس هالكومبينيشن هالمجموعه من المتناقضات الموجوده في لبنان قد يكون في مجهود اكبر يبذل
على التفاصيل وعلى الشخصيات وعلى هالشخصيات يعني هيك يعني بنوتر معين يعني سعادتك بسؤال واضح وصريح، هل واجهتوا مشكلة التلت المعطل اللي كان الرئيس الحريري عم بيواجهها؟ يعني كنا نحن نقول انه الرئيس رئيس الجمهورية ما عم بيطالب بالتلت المعطل، ولكن لما عم نوصل لإسقاط الأسماء عم بيكون في تلت معطل مقنع، هيدي المشكلة واجهها الرئيس مئاتي أيضا؟ بالمحصلة عمل لك يعني أنا بالنهاية جزء من كتلي وفي تفاصيل يعني بتضل يعني عهدة الرئيس مئاتي هو الإعلان عنها بمحل، إنما بالصيغة اللي هلأ عم تحاك فيها الحكومة عم ينخفض من موضوع إذا كان بدنا نسمي يعني ثلث ضامن أو ثلث معطل. ليش؟ لأنه مثل ما ذكرت عملية اختيار الشخصيات ستعطي هامش لكل شخصية باتخاذ القرارات على رأس وزارتها بشكل أريح ما أنه يكون في عندها يعني اصطفاف بمعنى اصطفاف، فبالتالي هذا يخفف أو يلغي موضوع الثلث الضامن أو الثلث المعطل مثل ما بده كل فريق يسميه بمحل معين، فبالتالي التركيز على الشخصيات وعلى المواصفات إلى حد ما بيخليك تعبري هل هو اللي بسموه موضوع الثلث المعطل، لأنه بالنهاية اختيار الأسماء إذا كان في عندك تعددية أسماء وفي شخصيات فعلا يعني حتى لو سميت من قبل فلان إنما تاريخها يشير لها لأنه هي قادرة تتعامل، والدليل على ذلك مثل مثلا الرئيس نجيب مئاتي، صحيح الرئيس نجيب مئاتي ضمن يعني رؤساء الحكومة السابقين، بس الرئيس نجيب مئاتي كذلك الأمر قادر يتعاطى مع كل الأطراف. طب بالنهاية إنه قادر يتعاطى على أي أساس؟ على أساس تجربة مرت بعشرات السنين أو بتعددية السنين بموضوع التعاطي مع الشأن السياسي أو التعاطي مع الأفرقاء السياسيين كلهم على حدة، وهذا كمان فيك تسقطيه على موضوع الحكومة، بالتالي أنه موضوع ثلث بمحل معين ما حدا قاله هلأ مصلحة أنه يعني يتمترس عن ثلث بوقت أنه اللي عم تشوف فيهم بالناس وعم تشوف هذا الشكل وحتى عم يشوفوا كل واحد عم يلمسه وانت من بيتك وانت جاي لهون كمان عم تلمسين باليوميات، ما بقى أنه هول العناوين تسري لهالفترة الزمنية، قد تسري لفترات زمنية سابقة وحكما ليس لاحقا مفترض بالإجمال، بس هلأ بهالمرحلة هيدي العنوان الأساس أخرجوا حكومة بأسرع وقت ممكن، واحد اثنين يكونوا في عندهم استقلال حتى ياخذوا القرارات، يعطوا صدمة إيجابية الناس، لمسوا الناس مثل ما قلنا بالأصابع العشر أنه في شيء يوحي بالثقة، ردوا الناس بس على القليلة على 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 الواقع اللي نحن عايشينه. أنا خايف على يعني بتخافي على يوميات الناس، اليوميات الناس هلا اللي عم يحتك انه على تنكة بنزين، احنا هذيك المره خسرنا ثلاث اشخاص بطرابلس. نعم. يعني انه توصل لمرحله انه بصير عربطه الخبز بتخسر، انه لا هذا اللبناني ولا هذا لبنان اللي بنعرفه ولا هذا اللي بدنا يكون بالاجمال هالامر، فبالتالي كيف بدك تخرجي من هالمشادي؟ والا بتصير يعني كل يوم تشوفي لا سمح الله عشرات الجرائم اذا استمرينا بهالضغط اللي بيخرج الناس فعليا عن طوره. نعم. هل موضوع تسمية الوزراء عم بيكون للرئيسين حق الفيتو على أي اسم معين؟ يعني ما عم بيكون إسقاط الأسماء حسب لمين بتعود هذه الحقيبة، الأسماء اللي بيطرحها رئيس الجمهورية عم يتناقش فيها مع الرئيس مئاتي، والأسماء اللي كمان من حصة الرئيس مئاتي عم يتناقش فيها مع الرئيس عون؟ أنا بستعمل بسموه التيرم تكنيك توافق على أسماء، يعني بمعنى أنه يصير في عندك اقتناع عند الطرفين بأسماء بعينها بتقدر هالأسماء تكون فعلة عند الكل. يمكن إذا طرح الرئيس نجيب مئاتي شخصية تعتبر أنه عنده إنجاز وإلى آخره تلقى قبول عند الرئيس والعكس بمحل معين، فبالتالي يعني بعتقد عملية التوافق على الأسماء سيري يعني ساري بمعنى انه ماشي بالجمال، وقد يكون يعني العامل الشخصي اللي ذكرت لي كابل اول بيساعد بعمليه يعني كاسحه الغام اذا كان في حدا بده يحط الغام بمحل معين، لانه بالنهايه بلبنان منذ الازل والى الازل الشياطين موجودين بس في ملائكه كمان، راح نشوف بعدين مين رجع تلقف شيطان الطاقة، لأن كان في بآخر مرحلة عم بيقولوا أنه ما حدا قبلين ياخد وزارة الطاقة، هل رسيت رجعت على حصة رئيس الجمهورية؟ هلا بالنهاية تفصيليا مصر أنك ما تدخل بالتفاصيل، من أصرار يعني بعض الأحيان لأنه في أشياء خليها تسلك ونشوفها أنا وياك إنه صدرت مراسيم الحكومة رح نكون سعيدين أكثر ما إنه نذكر شيء إنه يعمل يعني علامة استفهام بمحل معين. وزارة الطاقة من الوزارات اللي يرغب فيها
البعض رغم الموجود، لأنه بالنهاية الإصلاح بده يكون مفترض بعدة وزارات من ضمنها وزارة الطاقة، لأن ما في وزارة خارجي عن موضوع يعني ترجع تحطيه على خطة العمل أو خطة الإنتاج بمحل، وعلى الأقل على خطة الإصلاح بمحل معين بالهدف. سعادتك المشكلة يعني حتى بآخر مرحلة شهدنا أنه تناتش على الوزارات اللي رح تاخد دعم من المجتمع الدولي في حال مشيت هذه الحكومة، يعني صار في تناتش على وزارة الشؤون الاجتماعية، على الأشغال، على كل هذه الوزارات اللي رح تستقطب المساعدات من برا، وبالتالي النهج ما تغير. لا، هلا في عده متغيرات. ست رواند، عندك اولا في عندك معبر الزامي اسمه التفاوض مع الاي ام اف انترناشونال مونيتري فاند، وبالتالي لما عم تتعامل مع المؤسسات الدوليه بدك تخدم على الاعتبار انه في اشياء ما في مزح فيها، مينك عم تحكي على الطريقه اللبنانيه بالاجمال. فبالتالي عمليه الاصلاحات او المعابر الالزاميه فيها صار في اولا يعني بروجكتور كتير مهم على موضوع تطبيق كيفية تنفيذ هالمشاريع. واحد، في مجموعة إصلاحات لازم تتم بتخفض من منسوب التفلت اللي كان يصير سابقا بمحل. فبالتالي أحد المقدرات اللي هي بدها تعمل الحكومة هي التفاوض. يعني ليش عم يقولوا مثلا كان بمؤتمر باريس أنه بدنا أصحاب قرار؟ أصحاب قرار بتكون حكومة كاملة الصلاحية، عندها صلاحية تاخد قرار. فبالتالي لما بده يكون في عندك يعني وزارة الشؤون الاجتماعية لما هي بتصدر بطاقات، وعلم انه الحديث هلا نحن عم نشتغل على بطاقات على مستوى طرابلس، وشوف على اي مستوى، انه بس حتى تاخذي مواعيد لاشخاص حتى يقدروا يستحصوا على البطاقه، هن عندهم حقيه بمحل معين، بس الفانز اللي راح ياخذوه راح يكون هذا الفند يعني محطوط ضمن معايير معينه تخفض، ما عم قلت تلغي، تخفض من منسوب التفلت فيه. بس هيدي عدة الانتخابات كمان، يعني هيدا اللي عم بيقولوا لك عنه انه الحملة الانتخابية بلشت، وهيدا التناتش على الوزارات سببه الانتخابات القادمة. يعني الحريصين على البلد ما رح نستعيد صيغة 5000 وظيفة اللي انعملت، واللي هي أخذت جدل طويل عريض بالمجلس النيابي، وأنا شخصيا يعني كان يعني مثل ما بيقولوا في واضح، كان واقف الكتلة واضح أنه من النهاية ما لازم يكون في يعني استعمال لسلطة الدولة لمصالح شخصية بمحل معين. فبالتالي استعادتها هي برسم الجميع أولا، يعني ما لازم فريق سياسي بعينه يعني يقدر يعمل هالشيء، وحطي المعايير وضبطيها. يعني يعني مثلا البطاقة التمويلية، إذا كنت هلا بدك تعطيها لمين بدك تعطيها؟ للأكثر فقرا اكيد، للأكثر ثلاث ارباع الشعب اللبناني يعني ما صار اكثر. طب الاكثر فقرا بس ما في عندك يعني مثل فقر درجه 10 وفقر درجه 9، في ناس مثلا عندهم معيل واحد، في ناس ما عندهم ولا معيل، في ناس عندهم ثلاث اربع افراد بما في حدا مصاب عندهم مرضين وكذا، يعني في معايير. حطي هالمعايير واعطي الناس اللي فعلا محتاجه، واعطي الناس اللي فعلا هي الاكثر فقرا، واخر شيء اطلعي فيها شوي شوي قد ما فيك تعطي بمحل ما. اذا اعتمدنا هالمعايير وطبقناها بالاجبال ساعتها بهالحاله راح يكون في عندي. بس اذا كان اعطيتي كوتا لكل منطقه بعدد معين، طرابلس لازم يكون عندها على القليله 200-300 ألف بطاقه بالاجمال هذا، بينما اذا اعطيتي مناطق اخرى معناتها فعلا عم تاخديها بمحلات معينه. نعتمد المعايير ونلتزم فيها ونخلي صيغه رقابه اهم شيء باي مؤسسه، بسموها دائره يعني الرقابه او التفتيش. نعم. مثل ما هي موجوده، اذا عمل رقابه معينه وشوي بلشنا ناخذ اشياء ملموس انه في انضباطيه بتربي الكل. يعني خدي قرار بمحل هلا يتاخذ قرار لحدا فاسد او مرتشي، وفعلا هو فاسد ومرتشي، واتاخذ قرار فيه، انا على يقين انه نص الفاسدين والمرتشين بيقعدوا بملسوا على راسهم انه ايمتى جايين دوري اذا كنت انا مرتشي، بس يتاخذ قرار. بس نستعيد القرار بالدوله اللبنانيه، يعني منه مطلوب اكثر من هيك، منه مطلوب اكثر من هيك. والقضاء كذلك الامر ياخذ مجاله بمحل، لانه لا شك انه عندنا قضاة جيدين، لا شك انه عندنا قضاة يعني راغبين انه بتطبيق القانون بنزاهه وبشفافيه، ولا المرتكب مش ظلام، هو بالعكس في حد ارتكب بياخذ ثمن ارتكابه بمحل معين. ما دام انعطت هذه الرساله الى حد ما بتلاقي الامور لوحدها بتنتظم. بسؤال اخير عن الحكومه لننهي هذا الملف، هل بهاليومين رح نشهد حكومه برايك، او ممكن يروح الرئيس مئاتي نحو الاعتذار قريبا اذا في حال بهاليومين ما قدر يعمل حكومه؟ الرئيس مئاتي سبق وقال انه انا عندي فتره زمنيه محدده، لو استنفدت كنت قلت. فبالتالي حط بينه وبين نفسه فترة زمنية وحطها بشكل محدد بمحل معين، سيعلن عنها بمرحلة قادمة. هلأ حاليا أنه بعد ثلاث أسابيع بعتقد أنه إسا عنا فترة زمنية قصيرة وقصيرة جدا حتى آخر شيء نشوف خواتيم، وإن شاء الله بإذن الله إيجابية لهذا الموضوع. هلأ
أنه منجزم بدنا نحط الحذر حتى ما نبالغ بعملية يعني أعطاء الناس انطباع ولا سمح الله تجي الأمور عجز ذلك. فبالتالي عنده بين إيديه مقدرات كتير كبيرة لتشكيل حكومة، إنما الختم أو القفلة الأخيرة هي الأساس، لأنه على أساسها أو كل شيء عملناه أثمر أو لا سمح الله كل شيء عملناه ذهب هدرا. فبالتالي لا، أنا ميال لأنه ما فعلناه أثمر حكومة ومراسيم، إنما كمان بس بدي أقف شوي حتى مع الوقت يعني كمصداقية تجاه الناس أنه ما بدنا نأمل زيادة، لأنه قد يكون هناك من لا يرغب بحكومة لبنانية. بس البعض يربط موضوع هذا التفاؤل الكتير بهاليومين، أنه بهاليومين رح تتألف حكومة، بزيارة السفيرة الأمريكية، إن كان للرئيس مئاتي ولا إن كان للرئيس عون، ويعني الضغط الأمريكي على عدم إدخال النفط الإيراني إلى لبنان. ما مدى ارتباط هذا الموضوع بالقرار الأمريكي؟ هلأ بالنهاية في عدة جهات لعبت دور مؤخراً، ولا شك أنه هذه الجهات بداية في عندك البطرك أخذ مبادرة وصار الأثر الجمهوري، في عندك الفرنسيين بشكل غير مباشر كان في اتصالات لا شك على وتيرة عالية بتسهيل أمور معينة، السفير الأمريكي زارت بمحل معين. فبالتالي نحن بالنهاية بهمنا أن تتشكل حكومة. هلأ بالاصطفافات الموجودة في ناس بترحب في ناس لا ترحب، نحن بالنهاية أنا رجعت بقولة خلينا كلياتنا ناور على مصلحة لبنان العليا. أي جهة معينة بتبدي إيجابية تجاه لبنان وبدها تساعد لبنان نفسحوا له مجال تساعد لبنان. هلأ شو المقابل؟ نحن بقى بنضبط المقابل. يعني نحن بقى لبنانيا أنتوا إذا بدكم ما يفرط هذا البلد افسحوا لنا مجال ناخذ من اي جهه معينه فيها تساعدنا. فيكم تساعدونا اهلا وسهلا، ما فيكم تساعدونا يعني زيحوا لنا شوي بس حتى نقدر يعني نساعد بمحل معين. فبالتالي بعتقد بهالسياق يعني بمعنى قد يكون في عدم رغبه بانفلات الوضع بلبنان لدرجه كثير عاليه، فهذا بيخلق يعني واقع جديد خطر على مستوى الناس. ويمكن هذا الامر في ناس بترغب بعمليه التفلت اذا كان صار في رغبه لا سمح الله تفلت بمحل. فبالتالي اذا كانت الزياره تفيد وتدفع باتجاه تشكيل حكومه بنرحب، ما حدا راح يقول غير هيك. وموضوع اذا كان انه النفط الايراني اذا كان يعني ما اجانا نفط، طيب بالنهايه بالمنطق يقول اذا ما كان عندك مثلا ما بدك انه حدا. هلا بالمقابل اذا كان مقابل ضمن التوازنات بدنا نرجع نفوت بالاصطفافات اللبنانيه ساعه ما بتطلع منه بقى. يعني ساعتها بقى بتصير في تموضع في تمترس بمحل نحن ننزع للوسطيه، ننزع لانه يكون في عندنا علاقه مع اغلبيه الافرقاء، لانه بالنهايه نحن محكومين بالتوافق. كل الفئه بلبنان محكومه بالتوافق مع الفئه الاخرى، حتى لو فتنا بحروب وفتنا على اساس انه بيبي شو اسمه اخر شيء احتكمنا لاتفاق اسمه اتفاق الطائف، لا زال سير المفعول يحكم حاليا يعتبر هو الدستور اللبناني. فبالتالي حتى ما انه نكون عندنا نسبه وعي اعلى بشكل انه ما نصطف لدرجه انه تكون مؤثره علينا، لانه بالنهايه نحن محكومين بهالبيت. طيب نحن نهار الجمعه امام مناقشه رساله رئيس الجمهوريه الى مجلس النواب للبحث في تداعيات قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم. اليوم ككتلة شو موقفكم من هذا الموضوع؟ وأيضا يعني على المستوى الشخصي كيف ترى قرار حاكم مصرف لبنان بهذا الموضوع، وخصوصا أنه صار في انقسام حزبي بين أحزاب دعمت حاكم مصرف لبنان وأحزاب عم بتهاجم قرار حاكم مصرف لبنان؟ بداية كموقف رسمي متوقع نحن ككتلة يكون في عنا لقاء غدا ويعني تظهير موقف رسمي بالنسبة لموضوع نهار الجمعة ورسالة رئيس الجمهورية للمجلس النيابي. بهذا الموضوع يعني الكتلة أولى أنه يكون في اتفاق على الرسالة المفترض أن تطلق تجاه الموضوع تحديدا. بالنسبة لي أنا سبق وقلت يعني بالنهاية أنا كخلفية يعني اقتصادية دائما في عندك شيء بيسموه توازن. وعملية التوازن لا تتم إلا في حال كان من يقوم بعملية التوازن عنده القدرة على أنه يوازن أمور بشكل أو معين. إذا كنت بدك تضربي شيئين على كفتي ميزان لازم يكون أنه تكون إذا كنت بدك تخليه متوازن العملية بدك تحطي بمقادير محددة حتى تقدر توصل لنتيجة. مصرف لبنان عم يقول أنه أنا عن غير قادر،
فبالتالي اذا كنت قلتي انه انا مني مع هذا التوجه رح تقولي انه بالنهايه اذا كان عندك وديعه بالبنك فهي مهدده بشكل فعلي للذوبان بشكل كامل. ومن ناحيه ثانيه اذا بدك تقولي بدك ترفع الدعم اذا ما اعطيتي الناس شيء اخر، اي شيء بدهم ينزلوا على السوق وياخذوا اي سلعه من السلع لن يكون سعر يعني تنكه البنزين او تنكه الميزوت فقط هي من تكوي الجيوب وحتى يعني تكوي الانسان بشكل كامل، رح يكون كل مقدرات الحياة بما فيها ربطة الخبز إلى آخره. فبالتالي يعني مفترض كان أصدرنا منذ فترة زمنية وذكرت برسالة رئيس الجمهورية يعني بطاقة تمويلية. البطاقة التمويلية مفترض تصل إلى الشريحة الأكثر فقرا من اللبنانيين واللي هي الأكثر تأثرا. لما كنا دائما عم نذكر إنه يا أخي نحن عاملين دعم، طب عاملين الدعم لمين؟ هالدعم عم يروح 5% 10% للفقير و90% للمحتكر للمهرب وللتاجر اللي بسموه تاجر فاجر مش تاجر يعني بمعنى شو معنى. طب عم يروح كليته بالإجمال وعم تروح من أموال الناس بمحل معين. طب إنه جربوا وجهوها بشكل إنه هالشريحة اللي هي فعلا محتاجة لهالدعم أعطوها إياها لأنه حقها كونها جزء من هالدولة اللي هي موجودة. بطاقة تمويلية في حال إنه تم إدارتها بالشكل كان بين تسريع الإصدار كان بالداتابيس يعني بالمعطيات اللي هن موجودين عند أجهزة مختلفة بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية، فأعطائهم هالبطاقات وتوزيعها على الناس وتمويلها شهريا بيقدر يخفف من وطئة الانكواء. مفترض كان يمشوا بالتوازي، كان هذا أفضل بسموه أفضل كومبينيشن، أفضل صيغة أنه وقف الدعم ومشي البطاقة التمويلية بشكل أنه صرت عملت شفت مباشرة للناس اللي هي بتستقل هذا الموضوع. وقف الدعم بشكل مباشر مع الأخذ بعين الاعتبار يمكن أنه اللي برروا مصرف لبنان بمحل بيقول لك أنا غير قادر، فبالتالي بدك تحطي علامة استفهام على الموضوع، قال لك خلي المجلس النيابي هو يشرع الموضوع. هلا المجلس النيابي لأنه بده يمس بالاحتياطي، إذا في حال بده يمس بالاحتياطي بده قانون من مجلس النواب. حضرتك كمصرفي سابق وأيضا ضليع بالأرقام، برأيك حاكم مصرف لبنان أخطأ بهذا القرار أم ما قدر إلا ما ياخذ هذا القرار لأنه كان صار له فترة عم بيقول أنا ما بقى قادر أصرف وجدوا حل وما وجدتوا الحل؟ لو كان في للأسف بالتركيب اللبنانية وضوح يعني هيك يعني هيك كنت دغري قلت لك مقصدي، بس كونه في خلطة ساعة مصرف لبنان عم بتزرع بوزارة المالية بالقرارات ووزارة المالية عم تتزرع بالتركيبة الدولة اللبنانية وتركيبة الدولة اللبنانية عم تتزرع بالمصاريف وهدرنا. فبالتالي في عندك حلقة الكل يتقاضى في المسؤولية، الكل يتقاضى في المسؤولية كائنا من كان، وهذا ما بتجردي حدا منه بمحل معين. إنما اتخاذ قرار على مستوى المجلس النيابي بهذا الموضوع بعتقد على المستوى الشخصي بعتقد في صعوبة بعتقد ما حدا لأنه يسترجي ياخذ هذا القرار وعلنا أنه رفع الدعم، بعتقد انه في خصوصا قبل الانتخابات يعني بعتقد في صعوبه بهذا الموضوع. واحد بس اخر شيء حتى تطلعي يعني كمان ناس مباشره ما يكون في عندهم يعني اي تغطيه معينه بهاللحظه الزمنيه. طيب يمكن الناس يعني شو بدها تعمل؟ بلاش عم اقول بدها توازن، بدها توازن انه تمشي بالتساوي عمليه يعني قدره على 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 هالامر. فبعتقد انه بدا لنهار الجمعه، بكره بيتظاهر الموقف رسميا، الجمعه بعتقد انه بيكون مجلس نيابه مجتمع عنده راي بهالموضوع. مفترض حتى لو اخذ راي شو بيقدمه باخر هذا الموضوع؟ يعني هيدي مش اول رساله بنشوف انه بيرسلها رئيس الجمهوريه الى مجلس النواب وبتتاخذ القرارات وبتروح هيدي القرارات كانه ما صارت الجلسات. يعني صار في قرار بتخفيض الاحتياط الالزامي 1% صرف بمحل معين هيك. نعم. يعني بالتالي في سابقات ترجمت بمحل. هلا المجلس النيابي مجتمع علما انه عمل لك ما يعني بلاقي في صعوبه بعمليه خروج قرار من المجلس النيابي بتشريع، بعتقد في صعوبه بهذا الامر، هذا الامر يعود للمجلس النيابي مجتمعا بمحل. بالنسبه لنا نحن يعني نتمنى اذا كان يعني بموضوع وقف الدعم بطاقه اللي هي صدرت من حوالي يعني شهر ونيف بموضوع البطاقه التمويليه اذا كانت جاهزه تطبيقها فورا
ومن دون اي تاخر، بس هيدي مينا عند المجلس النيابي. نعم. هيدي صارت عند السلطه التنفيذيه. نعم. اللي هي الحكومه اللبنانيه اللي هي مفروض توصلها، حتى على الاقل اذا كنت مارستي هالامر ما يكون يعني تبعاته كثير ضخمه على الناس وتخفف من الوطأة اللي هي موجوده عليهم. وين صارت هلا عن علمكم وين صارت البطاقه التمويليه؟ لحديت هلا يعني حقيقه انا شخصيا ما بعرف وين، علما انه لازم تكون هي من عده جهات اللي هي عده وزارات تجتمع مؤتلفه ويكون في عندها عمليه تطبيقيه باللوائح تستدعيهم، تصدر هالبطاقات، تعمل داتا بيس فيها، تحط المبالغ اللي هي مرصوده لها بالاجمال من ضمنها ما سم يتم يعني على قليل الداتا برايك صارت وزاره الشؤون الاجتماعيه عم تقول عندها تقريبا بحدود 200 ل 300 الف يعني شخص او عائله عندهم هذا الامر. نحن كنا نامل انه توصل لحدود ال 500 الف عائله بشكل انه تقدر يعني تغطي بمحل. هلا اذا كان هن عم يسرعوا الفرق العمل الموجوده عندهم، هل فرق العمل قادره انه يعني خلال فتره زمنيه جد قصيره تأمن هالمعطيات وتقدر توصل هالبطاقة لمستحقينا بأسرع وقت ممكن، علما أنه جزء من بطاقات وزارة الشؤون اللي هي كانت بحدود يعني 125 ألف تم إلغاء لأنه ما بقى في عندهم ميزانية تقدر ترصد خدماتها ورجعت نزلت لل 40 ألف، ولا عم يقولوا عم يزيدوها تدريجا بمحل، قد يكون يعني هيدي كمان يعني بتقدر تساعد عملية المستحقين إنها توصل. بس برجع بقلك عدم وجود قرار وعدم الانتظام بالشؤون اللبنانية كل شيء معرض للتفلت. لما بيكون معرض للتفلت انت بتجمعي مي بهالخزان وفي مثل ما بيقولوا مليون محل فيه عم يزرب هذا الشو اسمه، فبالتالي ما رح تقدر تجمعي فيه لا نتيجه ولا مال ولا انتاج بمحل معين. اذا كان قدر انه ترميم بالحد الادنى وبسرعه لهذا ساعتها على القليل بصير بتشوفي نتائج وبتلاقي تشوفي يعني على الاقل اناس مستحقين بيحصلوا على ما يستحقونه. كيف بتشوف مستقبل القطاع المصرفي يعني من بعد كل هيدي المشاكل اللي مر فيها القطاع المصرفي؟ هل برأيك نحن رايحين لإغلاق مصارف منا ليا؟ هل رايحين لإعادة بناء هذا القطاع المصرفي؟ شايفين في حملات كتير كبيرة على القطاع المصرفي تحديدا؟ القطاع المصرفي حاليا صار شيء عم يعمل شيء بيسموه داون سايزينج، عم يصغر حجمه لأقصى درجة ممكنة. أغلبية المصارف أخذت قرار بتصغير حجم فروعتها 30-50%، وللأسف كمان عدد الموظفين 30-50%. فبالتالي أخذت قرار ضمني المصارف أنه بالنهاية الانفلاش اللي صار سابقا جزء منه كان خطأ، فبالتالي بدنا نصغر الحجم تمهيدا لمرحلة قادمة. بدنا نعمل شيء بسموه إعادة هيكلة بالقطاع المصرفي. والقطاع المصرفي قطاع لا شك كان منتج، ما فينا يعني نقول انه لا منزه هو مثل من عن غير مصارف عن غير قطاعات، لا هو بالنهايه جزء من التركيبه اللبنانيه. بالنهايه صار في اندفاع وصار في يعني رغبه بارباح بمحل معين، دفع ثمنها وعم يندفع ثمنها هلا حاليا، في رغبه بالحفاظ عليه من اجل اموال المودعين اللي هن موجودين عندهم على كل المستويات. وبعتقد كمان ساهم موضوع التعميم 158 انه باسترداد جزء من الموجودين، بس لا شك انه بده يدخل عامل اجنبي على الداخل اللبناني، لا شك انه بده يقل عدد المصارف في مرحله قادمه، لانه في ناس مصرفيين بدهم يقولوا انه منه بقى مجدي هالقطاع مثل ما كان سابقا، فبالتالي الرغبه فيه رح تتراجع. بس بعتقد لازم يلعب دور مصرف لبنان لانه شكلت يعني مثل ما بيقولوا لجنه ضمن مصرف لبنان لاعاده هيكله المصارف وضع معايير من ضمنها اللي صار بشهر 12 بشهر 2 كرمال رفع الرساميل وضخ سيوله بهذا القطاع من قبل مالكين هذا القطاع بمحل، بالاضافه بدها ترجع مع الوقت يعني يكون في عندك قدره على انه يعني يرجعوا يحضروا حالهم لمرحله قادمه يقدروا يكونوا منتجين. بس اذا قل العدد ما بعتقد رح يكون لا سمح الله افلاسات للمصارف، لانه اذا كنت عم تحكي افلاس للمصارف بهالحاله هيدي عم تحكي على فقدان لموضوع المودعين. المودعين هلا علقت اموالهم بالمصارف، في امل يرجعوا يستردوها بمحل معين ما دام اخذنا قرار انه بلشنا بنقطه انطلاق اللي عم نحكي عنها الحكومه اللبنانيه. بده يصير في صيغه بسموها خطه شامله اقتصاديه وخطه عنقوديه. يعني خطة الشاملة بتقولي انتم مثل ما عملوا هلا مثلا الحكومة بعتت اربع خطط، ونحن بلجنة الاقتصاد يعني بالمجلس النيابي اللي عملنا عشرات الاجتماعات وكنت حضرتك موجود يعني بجزء من واكبتي جزء من الاجتماعات اللي صارت بالقطاع العام وبالقطاع الخاص، يعني مثل المجلس الاقتصادي الاجتماعي يعني شفنيهم لجنة يعني بالوزارة الاقتصاد وزارة الصناعة الى اخره الى اخره.
أولا في كمية معلومات معينة صارت موجودة، في عندي خطة قد تكون شبه جاهزة طبقية، وفي عندي كل قطاع على حدة يكون في عنده خطة خاصة فيه في حال بدك تعملي إصلاح سريع بمحل معين. فبالتالي بعتقد القطاع المصرفي وبما فيها مصرف لبنان بما فيها مصرف لبنان بعتقد هو من ضمن عملية يعني القطاعات اللي وجب إعادة الهيكلة، يعني بالمعنى أنه شو التوجه، التوجه أنه مثل ما صار في انفلاش غير مضبوط بمرحلة سابقة، في اندفاع بعملية أرباح بمحلات معينة، ولا عملية يعني تكون في موائمة معينة، علما أنه عمل لك كمان قطاع مصرفي كان منتج واستفاد منه آلاف الناس. بس كذلك الأمر هو جزء من شيء بيسموه كونتر ريسك، مخاطر بلد، يعني كوننا نحن منعيش بهالبلد اقتصاديا ومصرفيا وكعرف مالي عالمي بالإجمال، فأنت تخضعي لمعايير هالبلد سلبا أم إيجابا. إذا كانت إيجابا معناتها أنت عم تتحسن وضعيتك حتى لو كنت يعني أقل، بس إنما وضع البلد إذا كان جيد فسينعكس الجود على كل البلد والعكس. طيب بسؤال أخير عن ما يخص جلسة نهار الجمعة، هل ممكن يكرر سيناريو تطيير جلسة رفع الحصانات اللي صارت الأسبوع الماضي، ولا لا هذه الجلسة رح تنعقد ورح يكون في نصاب برأيك؟ حقيقة ما في نتكهن. الجلسة الماضية كان في كأنه جو عام ما في تطيير، حتى هذه اللحظة ما عندنا هالجو. غدا شو بيستجد، لأنه بعتقد أغلبية الكتل رح يكون في عندها مواقف قبل الجلسة مباشرة اللي هي نهار الغد نهار الخميس. فبعتقد حتى هاللحظة ما كأنما يعني في كان الجو نفس الشيء، إنما ننتظر يعني مواقف الكتل اللي هي بتبين بكرة بالإجمال. وعلى بس محطوط هيدا السيناريو يعني يحكى بهذا السيناريو. إذا ما صار في نصاب بتطير جلسة. إذا ما صار في نصاب هو عدد النواب المطلوب ما بصير في جلسة. هلأ من سيقاطع أو كيف، نحن معنيين، نحن ككتلة وسط مستقل بعتقد هلأ كنا معنيين أكثر شيء كان بتشكيل حكومي أكثر من أي شيء آخر، إنما كونه في مهل دستوري لما بيكون في عندك رسالة ترسل لرئاسة مجلس النواب، فبالتالي قام بيجب الرئيس بري ودعا لهذه الجلسة، وبعدين على أساسها يبنى على شيء مقتضى. مش المنطق أنه تحديدا كتلة التنمية والتحرير ما تحضر جلسة نهار الجمعة، وتحديدا يعني البعض بيقول أنه مش ساعة اللي بده رئيس الجمهورية بيعقد جلسة مجلس نواب، وساعة اللي بده بيوحي لفريقه السياسي يقاطع مجلس النواب. ما هو الداعي لها رئيس بري، داعي لأنه هو دستوريا ما بيقدر إلا ما يدعي لها، ولكن كتلته بتحضر ولا ما بتحضر؟ بياخذوا قرار بيعلنوا يعني هن بياخذوا قرار زائد على اساس انه بيعلنوا بشكل حقيقه عملك، لانه ما في معطيات بتقول انه حدا اخذ اسا موقف تجاه الجلسه تحديدا بالاجمال. هي جلسه مهمه لا شك بالاجمال، بس انما ما بدي يعني عملك ما في اسا جو مواقف معينه تظهرت، يعني يمكن لهاللحظه ما بعرف اذا كان انه البعض ابدا مواقف معينه، بس بعتقد على بكره راح يكون المواقف واضحه بالنسبه للجلسه. بانتظار انها تتظهر هذه الجلسة إذا كانت رح تعقد ولا لا. اليوم اللي صار بتليل مشهد كتير مؤذي، مشهد بدل مدى المعاناة اللي عم بيعانيها أهل الشمال كلهم مش بس أهل عكار. اليوم شو التداعيات اللي ممكن تولد عن هذه الحادثة الأليمة على نواب الشمال تحديدا، لأنه كلكم متهمين برأي أهالي الشمال إنكم أنتم ما عم تشتغلوا لمنطقتكم وما عم بتعودوا بأي مشروع لمنطقتكم؟ أنا عم كون موجود بمكتبي بطرابلس تقريبا 3-4 أيام بالأسبوع، عم تابع شغل المي والميزوت والبطاقة الصحية للبعض، يعني بالتالي على المستوى الشخصي أنا مرتاح بيني وبين نفسي، لأنه بعتبر أنه على قدر المستطاع، رغم أنه أنا مفترض شرع بالمجلس النيابي وشغلت شرع مجلس النيابي، صرخة الناس من هي بعتبرها صرختنا، وفعليا عم ننجح بكثير من الأحيان أقله يعني استحضار الميزوت على قدر، لأنه بالنهاية هلأ بهالمرحلة كل ما عم تصعب يعني للأسف. ونفس الشيء أمره بموضوع تلال، هو ألم لازال مستمر، وهذا الألم هو نتيجة تراكم تفلت بلبنان، جشع البعض، عملية التهريب اللي هي مؤذية على الشعب اللبناني، وعم يستغلوا وجع الشعب اللبناني، لأنه ما في حدا يعني بيهرب إلا ما بيكون تهريب على حساب يعني محل ما هو عايش بمحل معين. هلأ
هل يتحمل مسؤولية الكل يعني الكل؟ ما بعتقد هالشيء. بعتقد إنه في ناس بتشارك بالتهريب ولازم القضاء اللبناني يقول هذا عم يشارك بالتهريب، والدليل على ذلك هيدي الشحنة تعود له، وهيدا السائق اعترف إنه هو قبض منه، وهذا الشخص قريب منه، بالتالي هيدي يعني العملية عند أجهزة الدولة وعند القضاء اللبناني. هذا عن غطاء سياسي عم بيقولوا كمان للمهربين. ليش لكن السلطة القضائية هي منفصلة؟ السلطة القضائية ليش أنا بعول على بعض القضاة اللي هن إلى حد ما هلا مرحلة الناس بتحضنكم، الناس بتحتضن القضاة، وخاصة القضاة اللي عادلين لا بيظلموا، بمعنى انه بيحطوا الصح غلط والغلط صح، وهذول ما بعتبر يعمل، بعتبر القاضي العادل اللي عنده مستند وعنده شهادات وعنده كذا وعنده خبره يقول فلان مرتكب وهو فعليا عم يهرب بشكل او باخر، ساعتها انا بقول عن فلان فعلا مهرب. هذا عن ذلك انا لا عندي جهاز استخباري ولا عندي جهاز، نحن نحتكم دائما للدوله، نحن صيغتنا صيغه الدوله اللبنانيه، ولا مره صيغه الميليشيات حتى لو هلل الى البعض او انبسط فيها البعض، اخر شيء ستعود يعني مؤذي حتى على البعض اللي عم يهلل، لانه صيغه الميليشيات هي صيغه تفرقه وصيغه اذى للبعض وصيغه صلف على الناس، لانه بالنهايه لما واحد بده يعمل ميليشيا بيعطي بس هالكام شب اللي حواليه او كام حدا اللي حواليه، بعدين شو بده يعمل؟ بده ينكل حتى بابن ناسه حتى اخر شيء يسود، والا اخر شيء الدوله اللبنانيه حتى لو جارت عليك شو اسمها دوله بتضل في إلى مظلة بتحكم بالجمع. فبالتالي موضوع التلال موضوع كان جمع ما بين الجشع ما بين التفلت بين انحلال الدولة اللبنانية، جمع هالعوامل اجت شرارة معينة مفترض تبرر من قبل قيادة الجيش اللبناني إذا كان صدر أنه شو اللي صار تحديدا بلحظتها، أولا أنه شو اللي خلى يصير انفجار، علما أنه علامة استفهام حول وجود مخزن لا 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 البنزين وهو سريع الاشتعال جدا، يعني بالتالي في خطورة بهذا الموضوع. واحد، اثنين، القضاء اللبناني اللي نحن منعول عليه كسلطة يعني مستقلة وفي قضاة يعول عليهم آخر شيء حتى يبلشوا بالدومينو بمحل، يعني ماذا ما بلش بمحل خدنا قرار ومستند على فعلا وقائع معينة فليكن، خلي على القليل الناس تشعر مثل ما عم اقوله هلا، ما بدك تلمسيها للناس انه اخر شيء تسترد الثقه. طب كيف تسترد الثقه بدون ما يكون في عندك قرارات؟ فبالتالي التلال هو احد محطات الاذى اللي نحن عم نعيشها هلا حاليا، واللي اذا ما صار في عندنا حكومه رح تزيد، حكما رواجع رح يزيد، وحكما رح يكون في عندنا حجم تفلت لا قدر الله رح يكون جارف. طب من يمنع قرار منع التهريب من كافه هيدي المنطقه مش بس من الشمال؟ مين اللي عم يمنع قرار التهريب؟ يعني امبارح سمعنا سمحت السيد عم بيقول انه هذا التصرف مرفوض، وحتى الجانب السوري عم بيطالب بتوقيفه. طب مين عم يدعم هذا القرار؟ ست روان، برايك ما في اغراءات بموضوع التهريب لدرجه انه غير قابل للضبط الا في حال كان في عندك مركزيه قويه؟ يعني اذا كان في عندك تفلت من عند احد الافراد نجيز الجشع، وعلما أنه في كتار مستفيدين، يعني على الخط مستفيدين، على كل محطة بالخط مستفيدين، يعني معروفة بالإجمال آليات التهريب اللي شو اسمه واللي الناس بتسمع فيها وفي أحيان بتشاهدها، يعني إذا كانت قرى يعني مجاورة بمعنى. وفي بعض الأحزاب بيقولوا أنه في ممرات عائدة لأحزاب، يعني سمعنا وزير الدفاع لما بتتنصل الأحزاب، لما بتتنصل الأحزاب منهم بالإجمال، وساعتها لما بيوقعوا بالإجمال بيقولوا هذا أنه شغلة شخصية بمحل، خلي القضاء يحكم، ليش عم بدك مركزية؟ طب لما بيكون في عندك انحلال بالدولة ما فيك تاخذ الشيء ونقيده، بدك تاخذ الشيء اللي هو يتلائم مع الشيء الآخر. في عندك مركزية قرار بالدولة اللبنانية، ياخذ قرار الجيش اللبناني بموضوع ضبط التهريب، وخذي أي واحد بيهرب تنكة بنزين ويحطوا بالحبس على الحدود بالمباشرة، ويعطي رسالة لكل الموجودين، ساعتها بتقولي أنه فعليا في مركزية قرار. بس لما بيكون بالواقع الموجود وكل الناس يعني بالإجمال يعني في تفلت على مستوى كتير عالي، قابلية الضبط بتصير شبه مستحيلة. ليش عم نقول بدك مركزية قرار؟ مركزية القرار اللي هي بتسري على الدولة اللبنانية، على الحكومة اللبنانية وعلى أجهزة الدولة اللبنانية بمحل، حتى مع الوقت يكون في يعني تبعات للقرار تقدر تتحمله وتقدر تتحمل وزره وتقدر تضبط فعلا بشكل 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 واضح. لما كان في قرار على مستوى طرابلس بين الجبل والتبين، عندك 21 جولة قتال، ماشي؟ صحيح. مين كان عم يضبطه؟ ليش ما كانوا عم يضبطوا؟ وليش كان كل واحد كل ما يطلع على باله يعني يستفيدوا على دم الناس ويستفيدوا على ضهر الناس، استفيدوا الأخوة 21 جولة قتال، ما كانوا عم يمدوا يندعموا كل اللي كانوا عم يدعموا؟ لما أخذت الدولة قرار ما بقى طلعت رصاصة، ليش؟ طب هذا الأمر ما بيسري إن كان على التهريب كان على مواضيع أخرى؟ صحيح. طب معروف الأحزاب اللي هي بعد عم بتعطل اتخاذ هذا القرار؟ أي واحد فيهم؟ موضوع التهريب.
خلص جاب المحسن باب التباني الحمد لله خلصت الى غير رجع الحمد لله من العاده وما في حدا يقدر يغطيها يعني هي صارت واضحه. نعم. بينما بموضوع التهريب بعتقد انه اذا كانت شكلت حكومه وحتى اذا كانت تاخذوا قرار بالدوله اللبنانيه فعلا بموضوع التهريب انا بعتقد انه قابل للضبط وقابل للضبط وقابلين للتعاون حتى مع الأخوة السوريين إنه بمعنى إنه في مصلحة من الطرفين إنه عدم يكون في تفرق لأنه بالنهاية في ناس مستفيدين على مستوى ناس بس هذا على حساب كل الناس. نعم. لأنه بالنهاية عملية التهريب هي سلبا وإيجابا انتبهي معناه إنه بس إنه في بعض الأحيان بيكون في فبالتالي عندك معابر شرعية ليش ما بصير في انتفاع على أساس إنه تمرق السلع ويندفع الضرائب تبعها وتعبر المعابر الشرعية لما بتنظمي العلاقة لما بتنظمي آلية العمل بمحل معين بتصير على الأقل بتحطي معايير فيها تنظمي العلاقة مع الجانب السوري أيضا يعني هيدي دعوة لتنظيم العلاقة مع الجانب السوري في حكومة عندها وسطية بمحل معين وهالحكومة مفترض إذا كانت أبصرت النور بده يكون عندها قدرة بالتعامل مع كل أفريقيا لمصلحة لبنان وبمفترض يكون مباركة من كل أشقاء والأصدقاء اللي بدهم يدعموا لبنان فبالتالي بدك تعطي هامش إذا ما نعطيت هامش إنه شو بدنا نعمل بالحال اللي بيصير منفتح الرئيس نجيب ميقاتي على التواصل المباشر مع الجانب السوري في حال شكلت حكومة الرئيس ميقاتي هلأ منكب على موضوع الحكومة وتشكيل الحكومة بشكل أو بآخر بالمرحلة القادمة إذا كان قدر لأنه تصدر مراسيم تشكيل حكومة ستروان رح يكون في بيان وزارة بناء على البيان الوزاري ساعتها بتحدد الحكومه شو هي اسمح لي انتقل لمنطقه عكار مع زميلتنا زهراء فردون للوقوف على يعني المستجدات والتداعيات لحادثه تليل زهراء كيف الصوره اليوم عندك من بعد هذه الحادثه الاليمه اللي المت بعكار حتى نادي الانسان بحاجة عليه يعني الصوره هي صوره الشهداء رواند وصوره المجزرة اللي حصلت جراء انفجار التليل من الوقود اليوم تم تشييع 12 شهيد أمس تم تشييع 4 شهداء عفوا اليوم 8 شهداء وأمس 4 يعني حصيلة الشهداء اللي تم تشييعهم هن 12 شهيد نحن متواجدون في بلدة الدوسي اللي شيعت وحدة 4 شهداء من نفس العائلة وهي عائلة آل شريتح نحن أيضا يعني رح نقترب لعند والدة الشهيدين اللي هن من عناصر الجيش حجة يعني حزنك كبير و ما بعرف شو بدي اسالك بهيك وقت لك يا حبيبات قلبي يا حبيبات قلبي ولك الله لا يوفق اللي كان السبب الله لا يوفق اللي كان السبب يا حبيبتي اخ حرقه ولك حرقه ما بتنطفي على العمار ولك نحن متنا نحن وطيبين مع اولادنا ما انه بس اولادنا ماتوا لك نحن كلنا متنا مع اولادنا حبيبات قلبي لك حبيبات قلبي حبيبات قلبي بيحبوا اللي دولتنا بس دولي ما في وما يروحوا على خدمتهم يا حرام ما يشحدوا المصاري ويروحوا على خدمتهم ما معهم أجار طريق سيارات عندهم سيارات المقفينة من قلة البنزين لما قالوا لهم في بنزين ركنوا دبوا حالنا على البنزين بدهم يجيبوا لهم شماطر بنزين ويعبوها لسيارتهم ويروحوا بسيارتهم ما في تكاسي تاخذهم هذه دولة بتكون هذا عادل بيكون بدولتنا يا حبيبتي ما في عادل ولا في قانون لانه لا في قانون حيدوا هالشباب عن هالبنزين اللي محطوط بسهله الله البنزين بنحط بسهله الله بنحط هيك بسهله البنزين يعني البنزين بيشم ريحه النار من هون والضيعه بيشم ريحه النار ولك حرقوا اولادنا بايديهم حرقوا بايدي اولادنا والله حرقوهم ما انا بس اولادي اولادي اثنين عسكريه مثل القمار حرقوا لي اياهم أولاد هون جيرانا كمان اثنين من فرد بيت كمان اطفال واحد وخمستعش واحد وعشرين يا حرام وليدات وشو بدي احكي اكتر من هيك يا حبيبتي قلبنا محروق قلبنا ما بيطفي شي قلبنا وحرقة قلبنا ما عاد يطفي شي ابدا ابدا والجرحى والمحروقين الملفوفين بالشاش يا حرام كتر خير اردوغان اللي اخذوا اللي عنده لك كتر خير هالدول اللي بجيرتنا ما تتطلع فينا نحن لولا ضالين هون كانوا ماتوا يا حرام اخذوا شي 3-4 على تركيا كتر خيرهم ايه 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 شو بدك وشو بدك مأساة اكتر من هيك شو بدك مأساة اكتر من هيك يا حبيبتي ايه انا ولادي شبان لك هلا رحنا قبرناهم ورجينا شو بتقولي يا ولادي شو بتقولي كل شب ما بيفوت من هالبيت
كل شاب ما بيشفوت من هالبيب واحد صغره ومستمر ومتجوز وواحد عنده بنتين يا حرام واحد عم يعمل علاج فيزيائي حليب ما في ما يشتري حفاضات ما في ما يشتري وشو بدك أكتر من هيك مأسات يا حبيبتي الحمد لله على كل الأحوال منقول الحمد لله أكتر من هيك ما فيني أقول لك شي يا حبيبتي عوضنا بسلامتك الله يسلمك يا روحي الله يسلمك الحمد لله على كل شيء زوجته وين للشهيد إذا فينا نكون عم نقرب لعندها يعني إذن هذه هي الصورة بانتظار حضور زوجة أحد الشهداء من عناصر الجيش كما ذكرت الوالدة يعني شهداء البنزين يعني عناصر الجيش كانوا عم بجربوا يكونوا عم بعبوا بنزين هذه صورة خيك خيي شهيد خيي بطل خيي كان عم يعبي بنزين ليأدي واجبه وراي على الخدمة كان نايم هون وضابب غرضه بالشنطة وراي على الخدمة بس ما معه بنزين يوصل على الخدمة قالوا له الشباب انه عم بيعبوا بنزين روح عبي بنزين على سيارتك مشان تروح على خدمتك راح يعني صبروا بصبر هالشباب راح لحتى لي يجيب بنزين ولع البنزين فيهم أطفائية لحد فاضية ما قدروا يطفوا حالهم لهبوا شباب محرومين من البنزين عندهم سيارات وما عندهم بنزين حرمونا من الخبز وحرمونا من الغاز حرمونا من الكهرباء حرمونا من المي وبالآخر حرمونا أخواتنا يعني شو بديك أكتر من هيك ده ما بينبكى عليه انت شوفي هالأمر ما بينبكى عليه شوفي هالحياة الحلوة اللي ترك لنا يا ليكي ولادو أطفال مين بدي أمن معيشتنا هالأطفال دول الدولة بتأمن معيشتنا هالولاد حرام ليكي ما أحلى أربع شهداء بعيلة واحدة فرد عيلة أربع شهداء أخوات اثنين أولاد عمي اثنين راحوا ضحية الانفجار ضحية البنزين الله لا يوفقهم هيك بقول بس الله لا يوفقهم شكرا لحضرتك الله لا يسامحها هيدي بنت خيي الله يسامحها بنت خيي معي بدها حرام هالبنت وبدها أدويها ما حرام هالبنت بدها ضحية حرام تعيش يتيمة طول حياتها بلا أب ما حرام شو ذنبها هالبنت عندي سبع أخوي بالجيش سبع أخوي بالجيش عندي وبي عسكري وبي عسكري وسبع أخوي وليكي هالبنت الصغيرة ما بتعرف تحكي آخر الشي بدها تقول يا بابا ما قدرت طلعت معه قالت بابا قالت يا بابا ومعنا فيديو للبنت الصغيرة كيف عم تبكي لبيها إذا بدك من أرجينا إياه ماسكة إيدها بنت عمرها ما عمرها 8 شهور ماسكة إيدها برقبتها ما بدها بيها يموت موتوا بيهم حرموا هالأطفال من بيهم الله لا يسامحهم هيك نحن منقول الزوجة وين إذا فينا نكون عم نحكي لهذا العيسى إيمان أنا إذا رواند يعني المشهد مأساوي هني كما ذكرنا 32 شهيد ولكن هاو يعني أرواح وعيال وولاد تركوا وراهم يعني بكل منزل في مأساة إذا فينا أنا ما بدي أكون عم بضغط عليك إحنا حابين نسمع صوتك الله يرحمه يعني تتوصلي رسالة للمعنيين حرقوا قلبه ما حرم شو هي الرسالة شو هي إنه موتوا لي جوزي يا ريت موتوا حرقوا لي جوزي شو بدي وصلهم ما في أمل برأيك قالوا بالجيش اللبناني كمان جوزي بالجيش اللبناني وبنته عندها وضع وعم نفكر كيف بدنا نحكمها كيف بدنا نشيل ونحط بولادنا يا دوب عم نلحق لهم حليب وحفاضات ويا دوب عم نلحق لهم طعومي عند الحكمة ويا دوب عم نلحق لهم مصروفهم يعني وفوق هذا كله قد كان معاش جوزي كفى على السؤال في بداخلك حكي كتير وما قادرة
يعني مثل فقد الأمل. ما فيني أحكي شيء لأنه خلص ما بقى بعيني شيء بهالدنيا، يعني جوزي خلص خسرته. واضح انها مصدومه. و انا كمان بدي اقول لك شغله واحدة، انه خي عندي خي لما سمع لما عرف انه اخواتي هنيك، وهيدي هالحلوه بتعطيني اياها، يعني لما عرف انه اخواته عم يحترقوا بالنار، راح ليدب حاله للنار يطلع اخواته. قام خي تالت اجري من هون محروقين، اجري محروقين. لا ما بيأسي. عم نسمعك، تفضلي. كان في الدفاع المدني، والدفاع المدني فاضي، ما في مي ولا في كهرباء ولا في شيء ولا في مواصلات، يعني شفناهم قدام عينينا عم يحترقوا ويعيطوا وما بنقدر نوصل لهم. هذه بدنا نوصل رسالتنا نحن لدولتنا، دولتنا الفاشلة. تقصد تقولي انه ما كان في مساعدة مثل ما يجب؟ مساعدة ابدا ابدا ابدا، يعني اربع ساعات لقشت الاطفائية، بعدين حد منهم الاطفائية فاضية، عندهم اطفائيات بس كلها فاضية، يعني ما فيها شيء تقدر الواحد يطفيهم. وهذه بنت شو فيها؟ تشبه بأي؟ حكوها يا اربع ساعات. الله محلاها. في وقت اللي راح طلع راح في فيديو ابو تحضروا الساعة شيء 12 تقريبا على الشغل وعلى العمل، هو قهوة على الطريق، طلع من البيت وصار تبكي وتعيط وتعمل هيك بايدها بدها، كانه حسيته كانه حاسس انه بيه مش رح يرجع، تعيط وتبكي وتصرخ. عرفتي كيف؟ في فيديو لقلو يعني كيف عم تعيط وعم تبكي. سبحان الله، عرفتي كيف؟ راح وما رجع. الله لا يوفقهم يوصلونا لهم، الله لا يوفقهم، حرمينا كل شيء بالحياة. رايح يأدي خدمته يا حرام، رايح يعني رايح يعني محروم من كل شيء، ومنه بده يأدي خدمته بالجيش، المهم انه بده يأدي خدمته بالجيش. يعني شو بدي أخبرك، شو بدي أحكي لك؟ الله يحرق قلوبهم مثل ما حرقونا على ابنا. الحمد لله اخواتي بالجنه باذن الله، الحمد لله شهداء بالجنه، نحن نرفع راسنا انه اخواتي مكفوفين بعلم لبناني، كتر خير الله، الحمد لله. شكرا لك. يعني اذا رواند ما بعرف شو بدي اقول، داخل كل منزل شهيد في معه كمان ارواح عم تتعذب، اولاده ومرته عائلته والدته، يعني شو بده ينقال لهالوالدة اللي فقدت شهيدين عناصر من الجيش اللبناني بنفس المنزل، وشو بده ينقال لهالعائلة اللي فقدت أربع شهداء من ورا شو؟ من ورا بنزين. إذن هذا هو المشهد هنا من إحدى عائلات بلدة الدوسي، هنا حيث فقدت أربع شهداء جراء انفجار البنزين في تلال. شكرا زهراء لهذه الرسالة، وأكيد أحر التعازي لهذه العائلة المنكوبة. سعادتك يعني ببيت واحد أربع شهداء من منطقة تعتبر خزان الجيش اللبناني، قد ما في عسكر من عكار تحديدا. بنفس الوقت بتسمع رئيس الجمهورية عم بيقول بهذه المنطقة في جماعات تكفيرية. اليوم شو رأيكم بهذا الكلام وحتى إعلان أنه يجب أن تكون هذه المنطقة عسكرية؟ هل يعطي عكار حقه اللي عم تعطيه للجيش اللبناني هذه المؤسسة؟ لا شك أنه يعني حقيقة عكار منطقة خزان للجيش اللبناني واحد، وانفجعت بهالفاجعة، وعم تشوفي هلأ يعني عم تشوفي هلأ شهادات حية عن الوجع اللي عم تعيشه الناس بالمباشر، وهذا في جروح لن تندمل، في جروح لن تندمل. يعني اللي بتفقد زوجة أو لا سمح الله أولادها يعني بهالحالة، هيدي جرح بيعيش كل العمر، بيعيش كل العمر بمحل معين وجع. هلا بالنهاية إنه بعكار بموضوع الإرهاب، أما لا، أنا برأيي وهذا رأيي بلزم نفسي فيه، طرابلس هي عاصمة الشمال، وعكار هي امتداد لطرابلس، وكثير من أهل عكار يعيشون في طرابلس. السواد الأعظم من الناس هن أناس جيدين وطيبين وودعين،
وبيرغبوا بالدولة اللبنانية، ونحن طرابلس نحن ضمن الدولة، وعكار هي ضمن الدولة، نحن لسنا خارجين عن الدولة. نعم. المشكلة الأساسية عندنا بالنهاية هي انكفاء الدولة عن القيام بخدماتها بهالمناطق. نعم. فنحن لا نقول إلا أنه نحن جزء من هالدولة اللبنانية، ولا نكون غير ذلك، لأنه ما عندنا خيار غير ذلك. وبموضوع إذا كان في أناس أخذوا طرق خطأ، في ناس أخذوا طرق خطأ، بس إنما هن عبارة عن أشخاص معزولين بمحل معين. الجو العام طرابلس والجو العام العكيري والشمالي تحديدا هن أناس يرغبون بهالدولة، بس تطلع فينا الدولة، بس تكون على الأقل هالدولة لا تستعملنا لما بيكون في إشكالات، أو للأسف بعض الأحيان دعم المشكلجية بالإجمال. ومن ناحيتين بتدير ظهر للسواد الأعظم من الناس اللي بدو يعيشوا بشكل لائق. طرابلس بسموها مدينة العلم والعلماء، اللي فيها كان خزان معارف، كان فيها خزان تواصل، تواصل على مستوى الكنائس وعلى مستوى المساجد، على مستوى التنوع، فيها العلوي وفيها السني وفيها المسيح وفيها الماروني والأرثوذكسي، ونفس الشيء عكار بالإجمال. فبالتالي الانصهار اللبناني بس إنما ارتضي بفترة الحرب وما بعد الحرب إلى حد ما، أنه تكون هالمناطق بسموها الأطراف. نعم. هالمناطق أطراف ولا تمت إلى المركزية بصلاة، وفي حال بده ينظر لقلب ينظر لقلب الفتات، ولا ينظر لقلب بشيء أو بآخر. فبالتالي هول عبارة عن أناس لبنانيين وطنيين بدهم يعني بالنهاية يعيشوا، بدهم يعيشوا بشكل لائق. ولما بيكون أنه فعليا تسمى عكار هي خزان الجيش اللبناني فعلا، لأنه عدد أعضاء المنتمين للجيش اللبناني من محافظة عكار هلا حاليا لا يستهان فيه أبدا، وهو تعتبر من الأعنب المناطق، ومنعول عليه لهالأمر حتى مع الوقت إذا أجت فترة استقرار نرجع شوي نضمد الجراح إذا كان قدر. لأن بس هاي المشاهدين اللي عم نشوفها هيدي مشاهدين مؤلمة مؤلمة، وبتشير أنه بالنهاية وصلنا على محل كتير صعب. وعلى أمل ألا تتكرر أيضا، سعادة النائب علي درويش شكرا كتير لمشاركتك معنا اليوم هنا بيروت. مرحب فيك نائب علي درويش، عضو كتلة الوسط المستقل. وأيضا شكر موصول لكم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.